ايه؟ ما طلعتيش فوق ليه؟ لا، ما هو النهارده مفيش طلوع، عايزين نقعد نتكلم مع بعض شويه. ماشي، عايزه تتكلمي في ايه؟ اصل الدكتور قال لي ارتاح شويه وانام على ظهري اليومين دول. دكتور مين؟ الدكتور اللي كشف عليا وقال اني حامل. حامل؟ مبروك يا قلبي، هتبقى اب. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده يا دين. انت عارفه انت مش قد اللعبه اللي انت بتلعبيها دي، واذا كنت مش عايزه تخسريني يبقى البيبي ده لازم ينزل وبسرعه. اولا انا ما بلعبش، ثانيا انا لو نزلت البيبي ده هخسرك فعلا يا كريم. ده هو يا روحي الحاجة الوحيدة اللي هتجمع ما بيننا طول العمر. قولي كده بقى، انت حملتي علشان تربطيني جنبك وعلشان تبعديني عن فريدة علوان؟ فريدة علوان؟ هو انت لسه بتفكر في فريدة علوان ولسه ناوي ترجع لها بعد ما اتجوزتني بعد عرفي يا كريم؟ انت بتخوفيني بالورقة اللي معاكي دي؟ انت اصلا المفروض تخاف منها، عشان يوم ما تتنكر ليا ولابنك انا هرفع بيها قضية، وشوف بقى الفضايح اللي هتتفضحها في البلد كلها. انت بتهدديني؟ لا انا مش بهددك يا حياتي، انا بنبهك. انت دلوقتي يا حياتي بقيت رجل اعمال كبير وعندك مشروع كبير قوي، ما صدقت خطفته من شاكر علوان. شوف سمعتك هتبوظ ازاي لما الناس تعرف انك بتلعب ببنات الناس وبتتجوزهم عرفي وبتخلف منهم وترميهم. انا مش ممكن اخلف منك طول ما احنا متجوزين في السر. في السر؟ لا خلاص يا حياتي، مش هيبقى في السر. انت دلوقتي هتروح على طول لخالك وتقول له قد ايه انت بتحب دندونة وما تقدرش تستغنى عنها، وانا واثقه انه اول ما يعرف هيجي يخطبني من اهلي على طول. انا كده فهمت، دي خطه حضرتك حطاها ومشي عليها خطوه بخطوه. الاول جواز عرفي، بعد كده حمل، بعد كده خلاص جواز رسمي. تصدق حتى لو كانت خطة زي ما انت بتقول، المفروض يا بيبي تعرف قد ايه انا بحبك. ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا بس ما تبعدش عني. مش هيحصل يا دينا، انا وانتي مش هنتجوز غصب عني، انتي فاهمة ولا لا؟ بس غصب عنك يا حبيبي انا اقدر اثبت بالقانون انك ابو ابني. روح وري العقد العرفي للمحامي بتاعك وهو يقولك يا بيبي انا اقدر اعمل بيه ايه. يا حبيبي يا ابو ابني.